السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم بيزيد يوسف. اليوم ان شاء الله الدراري في الفيديو جبت لكم سكريبت اللي خرافي خرافي ديال بصح. سكريبت اللي كيكون الراس ديال الخصم كبير بزاف. غادي نوريكم في الفيديو حالاش غادي يكون الراس ديال الخصم ديالكم، وحالاش غادي تجي فيه هيشوت بسهولة. وخليكم مع الفيديو، وقبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد، وديروا شي تعليق محفز وشي لايك. وخلينا نبداو. بعد ما كتركبوا السكريبت، انا ركبت السكريبت بالنسبه للشخصيات. اذا كان عندكم كريستيانو غديروا يعني وغديروا اي لبسه بغيتو، يعني تختاروا اي لبسه من اللباس ديالكم. ولكن بالنسبه للشخصيات الاخرين، اي شخصيه من غير كريستيانو كيكون راسها كبير. بالنسبه للالوك، علاش راسه ما كبير؟ لانه لابس هذا الجاكيطه هذه اللي داير بحال هكا، غيرنا ليه سميتو، اللي راسه كبير. بالنسبه لاي شخصيه ما بغيتوهاش يكون راسها كبير، تلبسوها هذا اللباس هذا. بالنسبه للشخصيات ديال البنت كذلك. وبالنسبه للبنت تلبس هذا ديال الساجين، يعني هاد التوني ديال الساجين، الا حيدناه غادي يولي راسها كبير، اما الا لبسناه غادي يكون عادي. ممكن تلبس مع السراويل الاخرى. يعني دابا غادي نجربو في التدريب. وخلي هنايا الخصم، الرأس ديال الخصم كيكون كبير. كما كتشوفوا هنايا، يعني الاكثريه كتجي هيد شوت. غادي ندخلو دابا نجربو في التدريب. ودابا غادي نوريكم الطريقه ديال تركيب السكريبت. كما كتشوفوا غادي ندخلوا للزارشيفر، وغادي ندخلوا للداونلود. غادي نضغطوا ضغطه واحده على الملف بالسيد هيدشوت، ندير اكستراهير ولا استخراج. هنا الكود هو بالسيد واحد ك. ان شاء الله تشتركوا في القناه، نوصلوا الألف، هاد الألف مشترك في هاد 2022 إن شاء الله. دخلوا الملف وكديروا ضغطة مطولة على هاد الملف هذا، وكنديروا كوبي ولا نسخ. كنوركو على هاد الأيقونة اللي فوق، كنوركو على ديفايس ميموري أندرويد داتا، وكنديروا كوبي هنايا. من بعد وحتى لا غيكون سهل الفيديو ديالنا، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وديروا شي تعليق محفز وشي لايك وبيكس.